تنافس عنده 58 نقطة بينهم بين الصدارة 4 نقاط وينطلق الآن، وهذا من أهم الفرق اللي ممكن نتابعها اليوم. نعم من أهم الفرق من صربيا، التدخل السريع، ضبط الخطوة الآن مع هذه اللحظات، ومن خلال هذا الحبل، حبل الانزلاق أو سلك الانزلاق الآن إلى الضفة الأخرى، ومن خلال الآن السرعة نشوف حامل بندقية القنص القناص يتحرك، ومن خلال الجدار الخشبي العبور إلى السلم الحديدي الآن بسرعة. القناص برافو ماخذ قاب وفي زمن جيد، هذا الزمن جدا ممتاز لحد هذه اللحظة 39 ثانية. إذا وصل والباب الحديدي انفتح قبل الدقيقة 28 راح يكون فعلا عامل جهد كبير القناص اليوم. كيف راح يرمي، كيف راح يرمي مع الطلقة الأولى، وكيف راح يقدم؟ خلوا بالكم يا شباب، خلي بالك خلي بالك، رايحين الآن رقمهم ممتاز، رقمهم ممتاز. نشوف الآن دقيقة وثلاث ثواني وراح يبدأ القنص الآن ليفتح الباب الاقتحام هناك. نشوف ماخذ هدوء، ماخذ نفس. الله، دقيقة وثلاثة عشر ثانية يفتح باب الاقتحام الآن هنا. الأربعة إلى الرماية إلى التعامل مع الأهداف الثمانية. إذا 8 أهداف الآن أمام هؤلاء الأربعة، رماية المسدس، أهداف 8 أهداف، مخزن في 10 طلقات محدودية. الله، لا 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 لا، يعني اللي ضيع طلقتين الآن ما عنده مجال آخر أن يتعامل مع الأهداف إذا خلصت الطلقات. يعني عندك 10 طلقات و8 أهداف، فقط عندك فرصتين لا أكثر في حالة أخطيت أي هدف. الوصول في هذه الأثناء أيضا مشاهدين الكرام إلى هذه الوضعية 2:32. فريق ممتاز، أفضل فريق لحد الآن، ولكن التعامل مع الأهداف راح يبقى مع التحكيم، كم هدف صاب وكم هدف تم. برافو، الأهداف جميعها، جميع الأهداف أصيبت مع الفريق الصربي. برافو، جميع الأهداف بهذا الرقم، رقم جدا جدا ممتاز، ووصلوا إلى عملية الآن الإنجاز. نعم هنا مع الجدار الخشبي واجتياز هذا الجدار الآن، الوصول إلى العنصر المصاب، الضابط المصاب. الله، لا زالت الرشاقة موجودة. نعم لما قلناها من البداية، التركيز مع هذا الفريق، فريق قوي في المركز الرابع، 4 نقاط تفصله عن الصدارة في هذا اليوم الصعب. هذا دخل في قلب المنافسة الآن، عملية إخلاء الضابط الآن المصاب، ومن ضفة إلى ضفة. نعم، وعملية تعليق هذا الضابط، عليهم أن يعودوا جميعهم من خلال هذا المكان. هذا المكان يعتبر وكأنك من مبنى إلى مبنى، هناك هاوية، هناك إذا ما سقط شيء في هذا المكان لا تستطيع أن تعود وتأخذ هذا الشيء وتأخذ عليه عقوبة. فبالتالي الآن أدائهم ممتاز جيد، راح يدخلون في 4:10، ورقمهم جيد، رقم جدا ممتاز راح يكون لهذا الفريق المميز. إذن الفريق المميز في هذه اللحظات الفريق الصربي. نعم، صربيا وإنهاء بـ4 دقائق.